خلينا نشوف لقاء مسجل أجراه موفد قناة سي بي سي مع اللواء مدحت المنشاوي مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة حول هذه العملية. أول حاجة يعني أبتدي من اللي إحنا انتهينا ليه، الوضع في كرجاس إن شاء الله في طريق إنه يبقى آمن، ما أقدرش أقول إن هو كان، لكن في طريق إنه آمن بنسبة كبيرة إن شاء الله. إحنا بنطور الشغل بتاعنا من خلال أجهزة الوزارة وأجهزة المعلومات في الوزارة، وإحنا بنقوم على تنفيذ الخطة. بطمن الناس كلها، بقول الحمد لله، بطمن الشعب اللي هو اللي في كرداسة تحديدا، يعني اللي هو واقف معانا وسندنا، اللي هو يعني أظهر لنا مشاعر حب وامتنان، يعني حاجة مش غريبة على الشعب المصري، يعني الحمد لله رب العالمين. عايزين نعرف من سيادتك يا فندم ايه اصعب مراحل الاقتحام وكيفيه الاستعداد اللي انتوا كنتوا مستعدين بيها للاقتحام؟ انا عايز اقول لك بامانه، يعني سواء انا او الضباط اللي هي المخلصه اللي معانا اللي في وزاره الداخليه او في قطاع الامن المركزي او في العمليات الخاصه تحديدا، انا عايز اقول الناس دي يعني الحقيقه يعني بتادي من خلال، يعني احنا عرفنا الوطنيه في الفتره اللي فاتت دي. هتقول لي اقول لك اه فعلا المساله ديت يعني ترسخت جوانا، بدليل الشهداء ديت، بدليل الناس ديت. يعني بنيجي النهارده نقول عندنا ماموريه عايزين فيها 20 ضابط، عايزين 20 مجموعه، ابص الاقي 40 50 ضابط، يبقى اللي راجع من الخدمه كله عايز يطلع. لا ده يعني في حاجه في اللي يعني في حاجه في الشعب ده، معدنه الاصيل ظهر، في حاجه في الشعب ده يعني ان هو بيحب الخير لوطنه والاهل والناسه، واحنا جزء من الشعب ده، ولادي هنا واهلي هنا واولادك واهل الناس كلنا لازم النهارده. فانا بقول ان احنا ان شاء الله باذن الله هيبه الدوله رجعت ان شاء الله خلال القوات المسلحه اللي بتساندنا وتدعمنا، اجهزه الوزاره اللي هي يعني لا تكل ولا تنام. احنا الحمد لله في كل يعني في الانتشار خد الناس تقول اه في شويه عمليات اجراميه بتتم بتاع، بس احنا بنتعامل مع اهداف رئيسيه. الاهداف الرئيسيه ديت اللي هي بتمس جموع مواطنين كبيره. المسلحين النهارده كانوا مختبئين فين؟ وانتوا اكتر الناس اللي تم ضبطهم جبتوهم منين؟ جبناهم من المدافن، من المدافن اللي هي بتاعهم، جبناهم من الزراعات، جبناهم من المساكن. شأنهم شأن اي مجرم، هيروح فين؟ هيواجهك؟ لا، هيضربك بخسه زي ما عملوا معانا النهارده، هيضربك بالقنابل اليدويه اللي هي بقت شيش. كنا الاول نتعامل بتعامل يعني بالرصاص الحي. انا بقول لحضرتك خبر الله.